Aquí no eres el presidente. والله دار الشغل دار كون نفسي انا انا ابوي ومن امي وعندها اخوان صغار عيال ناس صغار ظروف سيئه. قامت اليوم القوات البحرية بإنقاذ عدد من المهاجرين غير الشرعيين على متن السفينة ابن عوف، ويتراوح عدد المهاجرين بين 250 إلى 280 شخص، والمهاجرين هذو من جنسيات عربية وأفريقية مختلفة، وبينهم نساء وأطفال ورجال، وتم إنقاذهم على سواحل مدينة القربولي وسواحل مدينة زليطة. أمريكا.